أكدنا ونؤكد أمامكم على ضعف هذه الحكومة الحالية في قدرتها على أن تتحمل أعباء هذه المرحلة وأن تكون في المستوى السياسي المطلوب، وهي الحكومة الغائبة سياسيا، الصامتة تواصليا، غير القادرة اجتماعيا على أن تتحدث مع الشعب في مختلف فصائله من أجل طمأنته، كما رأينا ذلك بالنسبة لمعضلة التعليم مؤخرا، ومن حسن الطالع كما هو الشأن بالنسبة لقضايا كثيرة هناك تلاقي وتقارب وتطابق حتى في المواقف التي عبرنا عنها، وهي مواقف مسؤولة تعطي الدليل على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب مكافح لكنه حزب مسؤول. وعندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن وعن قضاياه فتعلمنا أن نكون مطالبين مكافحين لكن مسؤولين، ونفس الشيء بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.